شمال قطاع غزة يعاني من نقص شديد في أبسط الإمكانيات الطبية والمعدات الطبية اللازمة لإجراء أبسط العمليات الجراحية. الوسوط الطبية والكوادر الطبية منهكة بشكل غير طبيعي، كمية الإصابات غير متوقعة وحجم الإصابات مروع، الإصابات معقدة بشكل كبير جدا، تحتاج لعناية وتحتاج لعمليات جراحية معقدة في ظل عدم وجود الحد الأدنى من المعدات الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات. جئنا نقدم لهم يد العون برغم أنه شيء بسيط جدا ونقطة في بحر في ظل هذا العجز الكبير، ونتمنى أن تستمر الوفود. كنا بداية الوفود ونتمنى أن تستمر الوفود بزخم أكبر وبعدد أكبر. تم إجراء عمليات جراحية من يوم قدمنا، قمنا بإجراء عمليات جراحية معقدة. بالأمس قمت بإجراء عملية جراحية معقدة جدا للمريض، كان يعاني من إصابة فوق الشهرين لم يتم معالجته لضعف الإمكانيات ولإنهاك الكوادر الطبية ولعدم وجود المعدات اللازمة. قمنا بإجراء العملية، كملت بالنجاح، المريض في حالة جيدة. اليوم سنقوم بإجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، يعاني من إصابة في الرئة ووجود مقذوف ناري في الرئة. سنقوم بإجراء العملية لاستخراج المقذوف ومعالجة هذا الطفل.